الاكتئاب، القلق، التوتر، الحالة النفسية، كل هذا بعد قليل، تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله يا إخوان رح نتحدث عن مجموعة من الأعشاب تكافح بفاعلية وجدارة الاكتئاب، القلق، قلة النوم، عدم المقدرة على النوم، التوتر النفسي. تكافح أيضا الوسواس، اللي عنده وسواس ما نسميه الوسواس القهري. لكن بدنا نعرف بعض الأمور يا إخوان. يوم نقول قلق، يوم نقول توتر، اكتئاب، فهذا لا ينتج تلقائيا، في له أسباب. فإحنا بدنا نحدد الأسباب. حاول معي إنك تحدد الأسباب اللي أنت بتمر فيها عشان تعرف كيف تتخلص من هذا المرض. أولا، الضغوط النفسية، ضغوط المجتمع، ضغوط الحياة، قلة الدخل، المشاكل الأسرية، المشاكل الزوجية، كل هذه عوامل تسبب القلق والاكتئاب إلى درجة كبيرة والتوتر النفسي، كل هذه الأمور. طيب أيضا عندنا طبعا هذه من نحاول نعالجها، بدك تحاول تخفف منها قدر الإمكان، ورح نعطيك مجموعة من الأعشاب اللي ممكن بطريقها إنه ممكن تخفف من هذه الضغوط. أيضا عندنا يا إخوان نقص فيتامين دال في الجسم ونقص فيتامين بي 12 يؤدي إلى القلق والاكتئاب والتوتر النفسي، فبدك تعمل فحص لفيتامين دال وفيتامين بي 12، هذا معلوم. أيضا عندنا القولون العصبي، القولون العصبي يا إخوان يؤدي إلى القلق والاكتئاب وجميع هذه الأمور، فمن نكون حريصين في هذا الأمر، من نكون حريصين في هذا الأمر، إذا عندنا قولون نفحص ممكن نعالجه، وإلي فيديوهات راح أترك روابط بالأسفل وفي الدائرة البيضاء أيضا في الأعلى تتحدث عن علاج القولون. طيب حصرنا الموضوع، ضبطنا الفيتامين، فيتامين دال عندنا كويس، يعني قياسه فوق 30، أقل من 30 بكون في عندنا نقص بفيتامين دال، راجعنا الطبيب، عدلنا فيتامين دال، أخذنا قرص يوميا من فيتامين بي 12، نشطنا الدماغ، نشطنا الجسم، ما عندنا قولون عصبي. الآن يوجد اكتئاب، مع كل هذه الأمور يوجد قليل من الاكتئاب والقلق وقلة النوم. شو بنعمل؟ مجربات الطب البديل، أربع أنواع من الأعشاب رح نأخذهم على مراحل ممتازة جدا. أولا إخواني الكرام، نأتي بشقائق النعمان، مطحون عشبة شقائق النعمان موجودة عند كل العطارين، يعني نأتي بمقدار ملعقة، إذا بدنا نعمل خلطة مثلا تكفينا لمدة يومين ثلاث، احنا بناخذ القياسات هذه، ملعقة كبيرة من مطحون عشبة شقائق النعمان. أيضا نأتي بملعقة كبيرة من البابونج، يعني حتى البابونج يا إخوان إذا ما جبت أي شيء، البابونج تنقعه لمدة 10 دقائق وتشرب منه كل يوم كاسة كاستين، ممتاز جدا، وخاصة قبل النوم ممتاز جدا. البابونج بيهدي القلق، بيهدي التوتر، وبيساعدك على النوم. البابونج ملعقة كبيرة من عشبة القديسين وتسمى عشبة القديس يوحنا، نأخذ منها ملعقة كبيرة. أيضا عندنا عشبة عجيبة اللي هي الجينكا، تسمى عشبة الذكاء، ونستخدمها كثيرا في علاج ضعف الذاكرة. اللي عنده زهايمر مبتدئ، اللي عنده في بداية الزهايمر، نستخدم له الجينكا. نأتي أيضا بملعقة كبيرة من الجينكا، هذه تفيد وتساعد في تنشيط الدورة الدموية للدماغ. نأتي بمخلوط هذه الأعشاب، نطحنها طحن ناعم، بتصير عندنا مطحون ناعم، نغلي المي صباحا، نغلي المي، بناخذ من مجموع هذا المخلوط بمقدار ملعقة وبنتركها بننقعها بدون سكر وبدون محليات. دائما أقول معروف بوصفاتي، إذا بدك تحلي بتحلي بالعسل، عسل الجبلي أو عسل السدر الطبيعي، هذا اللي بنستخدمه أنه نحلي، أما ما بنستخدم السكر الأبيض نهائيا في التحلية.
إذا نقوم بنقعها لمدة 10 دقائق في الماء الساخن، بنحليها بمعلقة عسل، إذا بدنا ما بدنا بنخليها بدون تحلاي، بتحب تحليها معلقة عسل أو نصف معلقة عسل، بنشربها صباحا ومساء، بنشربها صباحا ومساء. هذه بنداوم عليها لمدة أسبوعين ثلاث إن شاء الله، راح تشوف إنه وضعك بدأ يتحسن إلى الأفضل. أيضا العلاج بالأعشاب لا يغني معي أنا شخصيا، لا يغني عن العلاج بالقرآن. الله شو قال؟ قال الله عز وجل في محكم التنزيل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا أصدق القائلين. إذا نكثر من ذكر الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. أكثر دائما من ذكر الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أكثر من هذا الدعاء. أيضا المداومة على الاستغفار والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا العلاج مكمل كله مع بعض يا إخوان، أنا بحكي كله مع بعض هذا العلاج. هذا ويفيد أيضا للي عندهم وسواس قهري، بياخذ الأعشاب هذه، ويفيد أيضا للي معهم وسواس قهري هذا العلاج. فإذا المداومة على الاستغفار، كثرة الاستغفار، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كثر منها. الصلاة على النبي، الصيغة المتعارفة والمعهودة في الصلاة على النبي: اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أكثر من الصلاة، داوم على الصلاة على النبي، لأنها مفتاح للمغاليق، مفتاح للمغاليق. أيضا إخواني الكرام، الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. تفوض أمرك إلى الله، الحول والقوة بيد الله، هو القادر على شفائك. إذن لا حول ولا قوة إلا بالله، نكثر نداوم عليها. أيضا الإكثار من الدعاء: ربي إني قد مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي إني قد مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فهذه مجموعة متكاملة، لا نفصل العلاج بالأعشاب عن العلاج بالطب النبوي، عن العلاج بالأذكار، عن العلاج بالقرآن، أنا لا أفصل بيناتهم، هذا هو العلاج. أيضا إخواني الكرام، في نهاية هذه الحلقة أيضا ممكن أن نضيف إلى ما ذكرناه سابقا من الأعشاب ما يسمى بالتلبينة النبوية. التلبينة النبوية هي القمح المطحون، موجود عند العطارين. التلبينة النبوية كما قال صلى الله عليه وسلم: مريحة للقلب مجمة للفؤاد. بتريح القلب وبتجم الفؤاد، إذا أساريرك مضغوطة، نفسيتك تعبانة، التلبينة النبوية يا إخوان لو أكلنا منها مرة يوميا، هي بتنعمل بماء ساخن، ممكن نضيف عليها حليب، ممكن نضيف عليها بعض العسل، بتصير مثل الكستر، مثل العصيدة، مثل طعام، تؤكل كطعام. فنأخذ من هذه التلبينة النبوية مقدار صحن كل يوم. مريحة للقلب مجمة للفؤاد، ممتازة جدا التلبينة النبوية. إخواني الكرام، دائما نقول من مجربات الطب البديل، لكن وين المشكلة؟ المشكلة أنه أخونا المريض بده كبسولة من الصيدلية، بده كبسولة من الصيدلية يستمر عليها ويطيب. أنا ما عندي كبسولات ولا عندي علاج من الصيدلية، أنا علاجي كورس متكامل. بتقول لي والله إنه أخذتها أو استخدمتها يومين ثلاث وما في نتيجة، ما في مشكلة أخي الكريم، استمر عليها، داوم على هذا البرنامج اللي أنا أعطيتك إياه، وإن شاء الله ستجد نتائج طيبة جدا. شكرا لحسن الاستماع، كان معكم محدثكم أبو الأمين، شكر الله لنا ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.